لغاية بالليل. طيب هاخد سؤالك الأول، بس طبعا لازم، كان ما ينفعش نتكلم عن كرة اليد للسيدات في النادي الأهلي ما نتكلمش مع كابتن بيسا حسني. أهلا بيك يا كابتن. اهلا يا هيثم، ازيك؟ عامل ايه؟ الأول طبعا وحشتينا، وشغل الله كبير، ربي يخليك. والروح باينة حتى في الاستوديو، حتى كابتن كريم بيتكلم واللاعبات بيتكلموا على قد إيه الروح الطيبة اللي أنت عاملاها، وإزاي مخلياهم كلهم على قلب رجل واحد يا كابتن بيسا. الحمد لله معروف، بس يا هيثم مفيش نجاح هيحصل الا لو المنظومه كلها في بينها حب وكلهم بيشتغلوا بنفس الهدف، صحيح يعني صحيح. الوصول للهدف. طب الحمد لله كلهم، يعني احنا منظومة حلوة، المجموعة اللي معايا كلهم ربنا موفقني بيهم، كلهم مدربين، حتى الصغيرين عندهم استعداد ان هم يتعلموا وعايزين يكبروا وعايزين يوصلوا لحاجة احسن من اللي هم فيها، فمتجاوبين جدا في كل حاجة والحمد لله. الاكتر كمان بقى ان هم اخلاقيا، ودي حاجة مهمة دي جدا. الأهم، صحيح يا كابتن، دي أهم حاجة الحقيقة. لسه كابتن كريم كان بيتكلم عنها، سلوكيات وانضباط لاعبين ولاعبات الأهلي. الحمد لله، ما هو دي حاجة بقى جميلة انهم كلهم الحمد لله يعني عندهم حتة الأخلاق ديت، ربنا يكرمهم، يعني كلهم شباب زي الفل، محترم جدا، عارف بالظبط اللي عليه واللي ليه، فإحنا كلنا مع بعض عيلة واحدة، يعني نعتبر عيلة، فعشان كده الحمد لله بنوصل للآخر بأحسن نتائج. وده سر النجاح يا كابتن. بس مش هينفع بقى حد يكتب معاه الهوا وما اعرفش اخر الاستعدادات لبطوله افريقيا في شهر ابريل ايه يا كابتن؟ والله بص، احنا طبعا هو احنا الفترة اللي جاية دي، انت طبعا الحصاد كله الثلاث شهور اللي جايين صحيح. كلها نهائيات بالنسبة للفرق كلها، التسع فرق اللي معانا، فالحمد لله يعني احنا لغاية دلوقتي ربنا موفقنا في القطاع الميني، احنا ماشيين كويس، وصلنا النهائيات كلها. عندنا طبعا الثلاث شهور الجايين دول هيبقى استعدادات تانية خالص بقى، لان خلاص نهائيات، وزي ما تقول بقى خلاص، يعني انت بتزرع في الاول ودلوقتي صحيح بتحصد بقى. صحيح. طب عندنا طبعا حدث الحدث الأهم، بطولة أفريقيا في إبريل طبعا، لأنه من سنين طويلة يا كابتن ما جاتش عندنا، ومن سنين طويلة احنا حتى ما شاركناش. من سنة 93 احنا ما صحيح صادفناش بطولة صحيح أفريقيا عندنا، صحيح. يعني هي كانت آخر بطولة أفريقية في مصر لعبناها كانت 93 أو 95، لا 93، 93 من 25 سنة. 93 أنا حتى كنت لعيبة فيها، يعني كانت نهاية مشواري مع اللعب يعني. بس وبعد كده طبعا ما حصلناش نصيب ان احنا نعرف نستضيف بطولة أفريقية في مصر تاني، بس الحمد لله احنا طبعا عارفين اهميتها، فبنحاول. انت عارف طبعا هيثم، احنا في فتره كده كنا بعيد قوي عن التمثيل الدولي صحيح. والتمثيل الافريقي، لغايه ما بعدنا، يعني احنا بعدنا شويه، بس احنا بنحاول نعمل زي ايه يقول لك ايه، السهل بقى الممتنع، صحيح. هو وخلي بالك يا كابتن، الناس فاهمه ده كويس، ان احنا طبعا مش اول بطوله هنشارك فيها ناخدها، ولكن لازم نتواجد من هنا ورايح في بطوله افريقيا للسيدات، لان الحقيقه النادي الاهلي لو وقف على رجله في اللعبه دي بالذات بالتبعيه منتخب مصر هيبقى قوي. والله بص، احنا يعني انت قلت حاجه دلوقتي ان احنا مش لازم ناخدها، لا انا بقول لازم ناخدها، ليه ما ناخدهاش؟ صحيح الاحلام، صحيح، الاحلام ممكن تتحقق، يعني برافو عليك. ده اللي انا بقوله للبنات طول النهار، ان هي فرصه كويسه انها اتلعبت عندنا. احنا لما لعبنا سنه 79 وبرده ما كانش عندنا فرصه ان احنا نكسبها، كسبناها. برافو، صح. النادي الاهلي لما نظم بطوله افريقيا 79، بطوله افريقيا، ما احنا كسبنا بطوله افريقيا، صحيح، وبرده كان الحلم بعيد بس اتحقق. صحيح. فان شاء الله باذنك يا رب، يعني احنا كلنا الفكر اللي في الدماغ ان احنا هنلعب على البطوله، صح، مش هنحس انها بعيد، لا هنعمل كل اللي نقدر عليه ان احنا نحاول نحقق البطوله على ارضنا ونكسبها باذن الله. صحيح يا كابتن بيسا حسني، طبعا رئيس جهاز كره اليد للسيدات في النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضرتك، كلام محترم الحقيقه، طموحات يعني اديتينا طاقه ايجابيه الحقيقه، ان احنا ان شاء الله يعني هنقاتل عشان البطوله دي، ومش معنى عدم اشتراكنا فيها فترات طويلة ان احنا نسيبها، لا، يعني كلام يعني محترم، وده اللي اتعودناه من اللي اتربوا جوه النادي الاهلي. نهى